اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. ما نقلته يدعوت احانوت حول اجتماع طارئ للبيد مع طاقمه وايضا مع غانتس الذي اتصل به مسؤول امريكي لم يشأ احد ان يذكر اسمه في الاجتماع المصغر. وكانت الخارجية، يعني لماذا الخارجية وليس بنت؟ هذا هو السؤال. لماذا ليس الكابينت، ليس المجلس المصغر الأمني، إنما الأمر يتعلق بالخارجية فقط؟ لبيد هو الذي أعلن ما سمي باجتماع طارئ، ليس فقط لنقل اليهود الفلاشة 10,000 في ملاجئ أديس أبيبا وغندار، إنما الأمر يتعلق بشيء آخر، هو الوصول إلى توضيح كامل جرى أصلا ما بين بلينكن وغانتس وهو في الطائرة، عندما تحدث عن عدم مشاركة أي درون إسرائيلي في التطورات الأخيرة بشمال أفريقيا. سنحتفظ بالنص كاملا. لذلك فهذه التطورات والتي قد تعلن بين قوسين حربا محدودة على الأقل، هذا الذي توسم فيه الإسرائيلي أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، ولذلك فإن إسرائيل لا تتحمل أدنى مسؤولية في هذه الإجراءات الأمنية المباشرة في شمال أفريقيا، ولا داعي بأي حال إلى توجيه البناني لأي درون إسرائيلي قام بهذه العملية. إذن هذه هي اللقطة الأولى الأساسية التي دفعت بلينكن للاتصال بغانتس حول هذا التساؤل على وجه التحديد، وأن المسألة لا علاقة لها بالدرونات ولا بسلاح الدرونات، على أقل تقدير هذا ما يرغب الإسرائيلي إيصاله إلى الجميع. لماذا تحديدا يدعوت أحرنوت أشارت إلى هذا الاجتماع الطارئ لن يكون من أجل تحصين هو أصلا حدث؟ لأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كانت على اتصال مباشر مع مسؤول كبير في الموساد الإسرائيلي، الآن هو في أديس أبيبا واسمه وارد في الصحافة الأثيوبية. إذن هذه لقطة واضحة بأن تيغراي أولا لن يكون هناك أي هجوم إلا بعد شهور، ولن يكون هناك دخول إلى أديس أبيبا، وستكون مجرد حصار لأديس أبيبا، وبعدها الدعوة إلى إبعاد أبي أحمد، لأنه رجل أغرق البلاد في حرب أهلية محمومة. على كل حال فإن الاجتماع هذا الذي يهم وما تسرب منه من يدعوت أحرنوت بخصوص أثيوبيا هو شمل أيضا التطورات الأخيرة في شمال أفريقيا. إذن هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية والمحورية جدا أن إسرائيل تحاول جهد الإمكان أن تصل إلى استنتاج مباشر أمام الصمت الكامل الأمريكي الإسباني إلى كل العالم، هو صامت إلى حدود اللحظة، لأن مثل هذا الصمت هو الذي قد يخفف الوضع إلى اعتبار الحادثة حادثة ربما قد تتجاوز. إذن الأمر هنا واضح للغاية، وأن هناك قنوات سرية أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية. أولا إسرائيل تتبرأ من أي عملية في هذا الاتجاه. ثاني مسألة أن هناك سعي من طرف الإسبان وغيرهم من أجل التدقيق فيما جرى. أيضا بالنسبة للأمم المتحدة والمينورسو عموما، كل هذا لديه تدقيقات وتحقيقات دولية بهذا الخصوص سيبنى عليها رد الفعل. إذن بالنسبة لما يجري الآن هو أن هذه التطورات إلى حدود اللحظة لا يرغب العالم جميعا في أن يكون لها ما بعدها، أو أن يكون هناك صراع بارد يخرج عن السيطرة. كل هذا تتفهمه أولا إسرائيل، ومن ثم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، و مجرد أن الأمر يتعلق بالخارجية، لأن بلينكن يتصل وزير الخارجية الأمريكي بغانتس، فالمسألة لا تزال إلى حدود اللحظة موجهة للدبلوماسية وليست لوزارات الدفاع وليست لرئاسات الأركان. إذن أول شيء، أول تطور مهم للغاية، هو أن الأمريكي لا يريد صبغ هذه الوضعية الجديدة في شمال أفريقيا بأنها تطور عسكري، بل إن الدبلوماسية ستشرف على محاولة تجاوز مثل هذا المأزق.
إذن أول أمر بالنسبة لإسرائيل هي هذه النقطة. بالنسبة للأمريكيين على وجه التحديد، يجب للدبلوماسية السرية أن تشتغل بشكل أكبر من أجل إيقاف التصعيد. أهم شيء هو وقف التصعيد، وبعيدا عن الإعلام الذي يتقنه أطراف الأزمة. إذن لا يرغب أي طرف أمريكي أو فرنسي أو إسباني في مثل هذا الوضع. لذلك فالتحقيقات أولا بالنسبة للوصول إلى حقائق ما يجري، هناك روايات، ولذلك فالأهم هو الوصول إلى تدقيقات. وأهم من كل ذلك أن يكون للمينورسو الحق في الوصول إلى هذه المناطق والتحقيق فيها بشكل مستقل، لأن الأمم المتحدة أولى بهذه التحقيقات. على كل حال، فإن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي يرغب فيها الأمريكي أن هناك رغبة في عدم التصعيد بشكل مباشر ما بين إسرائيل وما بين الجزائر، وهذا شيء هام للغاية، لأن مثل هذا التوتر ينطبع على كل المنطقة ويؤثر في كل المنطقة وفي سلام كل المنطقة، وهذا لا يرغب فيه الأمريكي بأي حال في هذه الظرفية على وجه التحديد. لذلك فإن إيقاف أي مهام استخبارية تجسسية ضد الجزائر هذا جزء مما يراه الأمريكي الآن وفورا إحدى أهم الوسائل من أجل خفض الصراع الآن على الأقل في شمال أفريقيا. المسألة الثانية والمهمة أن فرنسا تريد أن يكون لها موقع قدم، وبالتالي فإنها ترى أن استدعاء الجزائر مرة أخرى لدور فرنسي مهم جدا في هذه المرحلة. لذلك فإن باريس ترى أن لا دور لها الآن إلا بقبول الجزائر لدور فرنسي. وبالنسبة على الأقل للرئاسة الجزائرية فهي لا ترى ذلك أمام ما قدمه الفرنسيون، وكانوا أحد الذين أشعلوا بين قوسين هذه الأزمة. جزء من هذه الأزمة هو العمل الفرنسي في المنطقة، ولذلك فإن ما يجري حاليا يراه على الأقل الفرنسي أنه يمكن تجاوزه إن سلم دور جديد لفرنسا في هذه الأزمة وفي باقي الأزمات. المسألة الثالثة أن البريطاني أيضا يود أولا أن تكون هذه الحالة التي وقعت حالة معزولة، وأن يكون بعدها ما قد يسمى بدعم الجهود الدولية والأممية في هذا الوضع من أجل الوصول إلى ترتيبات أخرى. مهم جدا بالنسبة للإدارة إدارة الأمر على الحافة والوصول إلى حروب محدودة أو اشتباكات محدودة. هذا يعني أن هناك اشتباك جانبي، فهذا الاشتباك الذي حدث اشتباك جانبي قد يؤدي إلى اشتباك آخر لا يطور معه الطرف الآخر الرد الفعل، وبالتالي فإن مثل السكوت عن رد الفعل. مثلا يذكر الجميع ما حدث مع قاسم سليماني، الكل أراد الرد، إيران أرادت الرد وأعلنت الرد، فماذا حدث؟ كان هناك العراق الذي كان القصف سيأتي على أراضيه، وبالتالي فقد أعلنت إيران للعراقيين أن القصف سيتم على قواعد أمريكية، وهذا مجرد مثل هذا التنسيق جعل صفر قتلى في صفوف الأمريكيين، لكن كانت هناك خسائر بالنسبة للجرحى وبالنسبة أيضا لما يسمى بالآثار النفسية وعديد الدرونات التي صعدت وبنية تحتية كلها دمرت إلى آخره. إذن بالنسبة لما يجري، السماح كما سمحت أمريكا لرد الفعل أن يكون وأن يكون في أفق ما، يعني تحت حدود ما، فهذا الذي يراه الأمريكي بأنه أمر عادي. لكن الوضع اليوم هل يقبل مثل هذا؟ يعني أن الرد يكون ويحتوى، هذا هو السؤال. والأمريكي يذهب بهذا الاتجاه، عدم تصديق الإعلام على ردود الفعل وعلى الدبلوماسية الجارية. والإسرائيلي يرفض اتهام الدرون الإسرائيلي بمثل هذه العملية،
كل هذا يجري الآن أمام إعادة تقدير لما يكون عليه الوضع القادم، خصوصا بالنسبة لتعليق المشاركة الجزائرية، وبعدها مباشرة تعليق المشاركة المحتملة للحلفاء في كل هذا المسار. يعني أن هناك رغبة أمريكية الآن وأمام اتصالات جرت مع القيادة الجزائرية، وهذا نكشفه لأن هناك اتصالات الآن مع القيادة الجزائرية من أجل خفض التوتر، وهناك أيضا وهذا ما نكشفه أيضا سعي مصري للوصول إلى مثل هذه النقطة. أيضا بالنسبة للتوانسة انطلاقا أيضا مما أكده المصريون، إذا هناك جهد أمريكي وجهد من داخل سينتكوم على وجه التحديد، وأيضا أفريكوم في اتصالاتها. كل هذا يجري إلى جانب المينورسو وإلى جانب تقديرات أخرى للقيادة الروسية لكل هذه الميكانيزمات الجارية الآن قريبا من المنطقة التي وقع فيها ما وقع. إذن بالنسبة لهذه التقديرات، فأول شيء يرغب فيه العالم هو المزيد من خفض التصعيد أمريكيا إسرائيليا مصريا وتونسيا في هذا الظرف على وجه التحديد، وأن رد الفعل قد يكون مباشر وقد يكون أيضا مؤثرا وقد يكون بنفس الدرجة، لكنه لا يستوجب رد فعل مباشر وعسكري. في هذه الحالة سيخرج الوضع عن السيطرة، ما أكده الجزائريون سينفذوه على الأقل، أو إن تراجعوا عنه فيكون من الصعوبة بمكان، إلا في حال الوصول إلى صفقة أخرى، صفقة يحاول الأمريكي الاستناد إليها. لأن ما يجري الآن هو تجميد في جبهة في الساحل وإشعال لجبهة أخرى، وكل المنطقة يمكن أن تشتعل ببساطة شديدة. لذلك فما قاله بان كي مون بخصوص الحرب الشاملة هذا أمر وارد في تقييمات الأمم المتحدة منذ فترة. لذلك فهذه الأمور اليوم التي قد تستعصي على الأمريكيين أنفسهم والإدارة اليوم تسعى بشكل مكثف، لذلك فقد تجاوزت أمر السفارة وأمر السكرتاريات أكثر من اتصال مع الخارجية الأمريكية، أيضا بالنسبة لفرنسا، أيضا بالنسبة لإسبانيا، أيضا بريطانيا، الكل يسير باتجاه خفض التوتر نحو إعادة صياغة مباشرة لما يجري من استخدام عال لتقنيات متطورة في مواجهة ما هو معروض على الأمم المتحدة. إذن الأمر اليوم صعب للغاية، وإسرائيل تتنكر بشكل كامل لأي استخدام لدرونها على الأقل في مثل هذه التطورات الأخيرة في شمال أفريقيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.